أصدقائي وصديقاتي، برحب بكم مرة جديدة في حلقة من مدرسة المسيح. والدعوة لينا ولكل الناس اللي بيشاهدونا النهاردة على شاشات التلفزيون إنك تكون صحيح تلميذ في مدرسة المسيح بطريقته مش بطريقتنا. وزي ما شرحنا الفرق الكبير بين المدرسة اليونانية، طريقة العالم في التعلم، وطريقة المسيح ومبادئه اللي تجعل مننا تلاميذ قادر يفهمنا ويشكلنا عشان نبقى زيه. ابتدينا من بضع حلقات دراسة عن مين هو ربنا، وخدنا مقدمة عن الصرخة اللي بنسمعها في الكتاب لأعرفه. أنا عايز أعرفه زي ما هو عبر عن نفسه، مش زي ما أنا متخيله. وتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ليه الصرخة دي صرخها موسى، وليه قالها المسيح، وليه قالها بولس، وليه قالها داود، ليه موجودة عبر الكتاب بالأهمية دي. وتكلمنا عن 5 حاجات مهمة. معرفة الله هي سبب الحب الصادق والعميق لربنا. معرفة الله هي أساس الإيمان الواثق والراسخ. معرفة الله هي الحاجة اللي بتغيرني عشان أبقى زيه. معرفة الله اللي بتخلي العلاقة مريحة، فهو بيستريح معي وأنا بأسكن معه. والحاجة 5، معرفة الله هي اللي بتدين أني أقدر أشهد عنه وأعكس صورته للناس بطريقة قوية. سألنا المرات اللي فاتت الأسئلة دي، طب أنا أشوفه فين؟ أعرفه فين؟ أتعرف عليه فين؟ فين وكيف أعرفه بصورة أعمق؟ وده موضوع حلقتنا النهاردة، طرق معرفة الله. كيف يعلن الله عن نفسه؟ وأين؟ كيف وأين؟ فين أقدر أشوف جمال وجلال الله؟ أفتكر قبل ما نبتدي خلينا نسمع الحلقة ديت. إحنا خدنا انترفيوهات من ناس، قابلنا ناس وسألناهم الأسئلة ديت. خلينا نسمع الناس بتفكر إزاي، وبعدين نرجع نشوف الكتاب بيقول لنا إيه، وربنا عايز ياخدنا فين عشان نشوفه بوضوح. مدرسة المسيح. ليه الناس بتقول ان هي بتشوف الله بصورة اوضح من خلال الطبيعة؟ ان ربنا الناس بتشوف ربنا في الطبيعة، لان ربنا هو اللي عامل الطبيعة، وهو ربنا في صفات الطبيعة، يعني ثابت زي الجبال ما بيتهزش، بيبقى في 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 حاجات دايما ربنا هو بيبقى باين في الطبيعة، بيبقى هو دوت ربنا، لان هو دي صنعة يديه. هو الطبيعة بتعني عن 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 قدرته، الطبيعة بتعني عن عن صفات الله كلها. أو ده لما نقعد بقى نتأمل في حتة هادية وكويسة، لكن مثلا دلوقتي مش يعني مش حاسة اللي أنا شايفة ربنا في الطبيعة، يعني لأن طبعا الطبيعة دي ثابتة إلى الأبد. فلما الواحد يبص على الطبيعة يشوف الله فيها، اللي صنع المعجزات، اللي صنع السماء والأرض، اللي صنع الإنسان، اللي وقف البحار اللي حدها، اللي عمل كل حاجة فيه. هو ربنا عمل الطبيعة. الواحد لما بيتأمل الطبيعة بيربطها بربنا، بنلاقي ان ربنا يعني عظيم جدا انه يعمل طبيعة زي كده. يعني مينا، في حياتك ربنا امتى ما كانش واضح؟ لا، ما فيش موقف معين ربنا ما كانش واضح معايا فيه. يعني مش فاكر موقف دلوقتي ربنا ما كانش واضح معايا فيه. احيانا في بعض المشاكل اللي انا برغي فيها بربنا وبفكر بخش يعني فكري بخش بحاول ان انا احل الموضوع، حس ربنا مش موجود. انا كأنا مقتنع ان ربنا يعني زي ما تقول كده بيتلكك عشان يروح لناس، او يعني لما بيصدق الناس تروح له او تطلبه. هو جاي للناس، هو اصلا نزل عشان الناس، فهو اكيد اي حد هيطلبه هيروح له. بس انا بسمع يعني في حد بيفضل يقول انا بصلي عشان اشوف ربنا، وبعد اصلي كتير قوي ومش لاقي حاجه ومفيش حد بيكلمني ومش لاقي رد. الرب واضح في كل مكان، انا حاسه ربنا معايا على طول على طول على طول. لا، ممكن يكون هم اللي مش شايفينه، بس ممكن يكون هو واقف قدامهم بس هم مش شايفينه. هم بيدوروا، عمالين بيدوروا في حته تانية غير اللي ربنا عايزهم يدوروا عليهم فيه. هل لما يكون الواحد الانسان بيمر بلحظات ضعف، ففي امور بتحجب رؤيه الله في الفتره دي. في قصه المسيح، ايه اكتر مشهد حسيته بيوضح عن نفسه، بيعلن عن نفسه غير مشهد الصليب؟ ممكن لما كان قاعد مع التلاميذ وكان بيقول لهم ان هو هيموت وهيقوم في اليوم الثالث وهيصعد وهيبقى على يمين الله، لان هو كان
بيكلم بوضوح قوي، ان هو يعني هو بيعلن عن نفسه بوضوح قوي، بس تلاميذه بس ما كانش حد معاه. قيامته من الاموات، قيامه دي برضو مشهد عظيم فعلا، مشهد في حياته ان اتقابل معايا، مشهد في حياته ان خلص نفوس كتيره، ده مشهد الرب في حياتي. لذلك بشوف الله في ايده بيعمل اختبارات كتيره في الناس كتيره، بيشي مرضى قدامي بشوفهم، لذلك بيخلص خطاط. هو مثال الصليب اكبر علامه لمحبه الله لكل انسان. يعني لما باجي اتعامل مع الناس بلاقي نعم قوي في ان انا اتعامل معاهم، في طريقه كلامي لما اتكلم واحد خاطي عن ربنا بيبقى احس ان في قبول. يعني عايز اسالكم السؤال دوت. في ناس قالت ان انا ممكن اشوف ربنا في الطبيعه، وفي ناس قالت هو يعني في القاهره ما بقاش في طبيعه عشان اشوف فيها ربنا. يعني تفتكروا لسه ممكن نشوف ربنا في الطبيعه؟ تفتكروا الطبيعه مكان وطريقه ربنا يعلن بيها عن نفسه؟ اه. بتشوفيه في ايه في الطبيعه؟ بتشوفي ايه عن ربنا في الطبيعه؟ جماله. اه. حد عنده راي تاني؟ بشوف ابداع ربنا في الطبيعه. ابداعه شوفه كبير قوي وعميق قوي زي البحر. كبير قوي وعميق قوي زي البحر، هايل. خليني اقول الحكايه ديت في خمس اماكن وطرق اساسيه ربنا بيعلن نفسه فيها، هو بيوريني هو مين. اولهم الطبيعه، اولهم الطبيعه. الخمس حاجات دول في الكلمه، بالروح القدس، في اعمال العنايه، في الكنيسه. وهنشوف اراء الناس في الحاجات دي. خلينا ناخد اول واحده اللي احنا اتكلمنا عنها دي وسمعنا راي الناس. مزمور 19 عدد 1 بيقول اللي احنا قلناه ده بوضوح شديد، بيقول السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. السماوات ايه؟ تحدث. الفلك يعمل ايه؟ بيخبر. بيقول بقيه المزمور هنا لا صوت ولا كلام، يعني ما تصحاش الصبح مثلا تلاقي مثلا العصافير تصحى تقول ايه ربنا كبير يا اولاد، ربنا حلو يا شباب، صح؟ اصوات كده وريق، يعني ما فيش كلام. لكن رغم كده إلى أقصى الأرض بيقول خرج منطقهم، في منطق، في برهان، في دليل، في رسالة مقروءة ومنظورة رغم أنها غير إيه؟ مسموعة. السماوات تحدث والفلك يخبر. زي ما سمعنا كده الخليقة بتوري الجمال، الإبداع، العظمة، الجلال. بولس قال نفس الكلام في روميا 1. عشان كده الإنسان بلا عذر، الإنسان بلا عذر. وعشان كده بينهي بولس بالكلمات حتى أنهم بلا عذر. ليه هما بلا عذر؟ بيقول إذ معرفة الله ظاهرة فيهم. ليه؟ لأن الله أظهرها إيه؟ لهم. فين يا بولس؟ لأنه منذ خلق العالم ترى، بصوا التناقض الجميل في العبارة، ترى أموره غير المنظورة. أموره اللي ما تتشافش متشافة. إيه اللي ما يتشافش؟ قدرته السرمدية ولاهوته مش متشافة، لكن منظورة بالمصنوعات اللي قدرته صنعتها. واضحة العبارة دي؟ بص كلام جميل إزاي. لأنه منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولاهوته مدركة بالمصنوعات حتى أنهم بلا عذر. أخونا داروين اكتشف شوية حفريات عن التطور والنشوء والارتقاء، واكتشف قانون اسمه قانون الناتشرال سيليكشن، الانتخاب الطبيعي. وابتدأت فكرة ان العالم ده مش محتاج خالق ولا حاجة خالص، ده عمل نفسه بنفسه وطور نفسه بنفسه. العلم الحديث ابتدأ يكتشف أكتر الكون اللي احنا عايشين فيه، الحجم الهائل
للمجرات والكون الكبير اللي احنا موجودين فيه. التلسكوبات الجديدة ورتنا ان الكون ده اكبر بكتير قوي مما كنا مدركين. ده التلسكوب. اما المايكروسكوب، اما المايكروسكوب بالذات الالكتروني، ابتدى يورينا الخلية مش زي ما كنا شايفينها بالميكروسكوب العادي. احنا اصلا ما كناش شايفين خلية. الميكروسكوب خلينا نشوف ده فيه خلية وفيها نواة وفيها سيتوبلازم. الالكترون مايكروسكوب ورانا الخلية. على ايامي وانا بدرس طب كان التشريح الخلية او الهيستولوجي بتاع الخلية فصل صغير كده. دلوقتي في كلية طب دراسة الخلية والاناتوم الفسيولوجي بتاع الخلية بقى كبير كده حلو. لان كل ما الميكروسكوب بيكبر كل ما الاكتشاف بيكبر بتاعها. فاكتشفنا ان الخلية دي بيقولوا حجمها وانتاجها اكبر من اي مصنع موجود في هذا العالم. كمية المكن اللي موجودة فيها والكودز، الكودز اللي بتشتغل بيها وبتعمل انزيمز، والانزيمز بتمشي الوظائف بتاع الخيالية، خيالية عبقرية مذهلة. لم يتخيل انسان ان في حاجة كده موجودة. اديكم مثال تاني بس من الحاجات الدقيقة ديت. جوه الخلية ديت في النواة، النواة ديت فيها الـ DNA اللي هم الكروموزومات اللي هي الشفرة الكودية بتاعة الإنسان اللي بتحدد ملامحه. الإنسان بتاعنا كل واحد في حضراتكم كده عنده يعني كذا بليون خلية، وكل خلية فيها الـ DNA ديت، والـ DNA دوت عبارة عن حاجات سبايرال كده للشفرة بتاعته. لما قاسوا طول، لو جابوا الكروموزومز بتاعت حضرتك دي ورصوها جنب بعضها، خلاياك كلها ورصوهم جنب بعضها، في كل خلية في ال 32 دول جنبهم جنب بعض، وبعدين رصوا جميع الخلايا بتاعتك، عارفة لقوا طول، طول الدي ان ايه بتاع الانسان الواحد قد ايه؟ عارفين؟ عارفين؟ محيط الكرة الأرضية. حضرتك الكودز اللي عندك، الكودز اللي عندك اللي موجوده في خلاياك طولها كأن واحد خد طيارة ولف حوالين الكرة الأرضية كلها. وقال ايه بقى؟ دي نشأت بالصدفة تحت ظروف معينة من الضغط ودرجات الحرارة، وجدت الحياة تحت سطح الأرض، تحت سطح البحر. السماوات تحدث، الخليقة تخبر عن هذا الخالق العظيم. لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في جلاله. أنا بشوف الجلال، القدرة، الإبداع في الخليقة اللي احنا موجودين وسطها. أنت بتروح البحر الأحمر تغطس كده، تحط رأسك في المية، تحط رأسك في المية، بس تلاقي مدينة ملونة تحت من الشعب المرجانية، وسمك ملوش أول من آخر، ومعشش وعايش داخل هذه الشعب، ودي البيوت بتاعته، ويطلعوا يبصوا عليك كده، وبعدين يروح مستخبين تاني. وكل ما السمكة أحلى وأجمل، كل ما هي خجولة ومكسوفة وتتكسف من الناس، صح اللي أنا بقوله كده؟ وبعدين يجوا هم يتفرجوا عليك، ايه الكائن الغريب ده اللي بيتفرج ولابس بتاع كده شكلها غريب ومعاه زعانف كده ويتفرج، صح كده؟ السماوات تحدث، الفلك يخبر، بس احنا ما بنبصش على الخليقه من الزاويه دي، اني اشوف الجمال والايه والجلال، العظمه، الابداع. بص على الخلق اللي حواليك كده، بص الجمال، بص الجمال، بص الجلال، بص الذكاء. ازاي؟ ازاي احنا مش شايفين؟ ازاي احنا مش شايفين؟ طب انا في مدينة القاهرة مش شايف النجوم والكواكب، مش شايف الاسماك الملونة، شايف البشر، شايف البشر اللي كل واحد فيهم غير التاني، بصمة عينه غير التاني، بيبقوا توينز، بصمة العين غير التانية، بصمة الصباع غير التاني، مفيش واحد زي التاني. أكتر علم حبيته لما دخلت كلية الطب مش علم التشريح، بالذات علم التشريح بنروح المشرحة ونتفرج على الناس وهم جسس كده، مش لذيذ قوي يعني. لكن أجمل علم حبيته علم وظائف الأعضاء، علم الفسيولوجي، اللي بهرني لما درسنا الكلية
تشتغل ازاي عشان ترشح الدم. الدم بيوصل الاكسجين، بيوصل الاكل، وبيلم المخلفات عشان يتخلص منها. مين بيتخلص منها المخلفات دي؟ الكلية. فلتر كده بيصفي الدم. لا مش فلتر، حاجة أعجوبة. أنا عدت أبص عليها وأقول مش فاهم، أنا مش فاهم. الراجل شرح لنا الكلام مكتوب، أنا مش فاهم. قعدت قدامها لغاية لما قلت يا نهار أبيض، أصلا جات لك الفكرة دي إزاي؟ أنت يا رب جات لك الفكرة دي إزاي؟ السماوات تحدث، الفلك يخبر بالجمال والجلال، أموره غير المنظورة ترى مدركة بالمصنوعات، حتى أنهم بلا عذر. في حياتي الشخصية فاكر مرة من المرات اللي قابلت ربنا بشكل شخصي جدا ومميز جدا. كنا في الغردقة وكان بالليل، وطلعنا على جبل كده، طلعنا برا البلد، ويومها كان القمر لسه طالع، وعارفين لما يبقى القمر أبيض وطالع بيبقى كبير قوي. وكنت انا على جبل وهو طالع كده ولونه على الميه، يعني النور بتاعه على الميه. انا وقفت قدام المنظر ده وحصل لي ذهول، اسبهلال. عارفين اسبهلت؟ عارفين العباره المشهوره عندنا يا مصريين، انا اسبهلت. وقفت واقف قدام المشهد ديت، حسيت بحضور وجلال ربنا بشكل انا لغايه النهارده مش قادر انسى الليله ديت، لأن كانت عناية عليه. فشفت الجمال والجلال في الخليقة اللي كل يوم الشمس بتطلع وبتغرب، كل يوم القمر بيطلع وبيروح، وإحنا مش بنشوفه لأني مش بدور عليه، مش بدور عليه. وإحنا شباب زمان، مش عارف الشباب اليومين دول، في بيت السلام بالعجمي كنا نحب قوي وقت الغروب. وقت الغروب كنا أحيانا نسيب الاجتماع ونطلع برا ونقف البلكونة البرا دي عشان نتفرج على الغروب. فاكر واحد شاب جديد جه كده وبعدين قال لنا مالكم أنتوا مجانين؟ إيه الغروب؟ ما كل يوم إيه يعني الغروب؟ ما ده كل يوم الغروب دوت. وإحنا واقفين بقى قدام الغروب وعمالين نرنم وحاجة كده، وهنا بص لنا إيه الكائنات الفضائية ديت البشرية دول؟ هو مش قادر يشوف ربنا في الخليقة، مع أن قدرته السرمدية ولاهوته ترى ومدركة بالمصنوعات. مين؟ بشوفه فين؟ فين وإزاي بشوف الجمال والجلال اللي بيتكلم عنه داود؟ ودي خطوة أعمق قوي بقى. هنا في ده. ده عمل أيديه، لكن ده رسالته لينا، ده بقى اللي بعته لنا، ده اللي قاله لنا، ده الكلام اللي قالنا اقول لكم يا اولاد انا مين، اشرح لكم انا مين، انا هقول لكم انا مين. خلي بالكم الحكايه ديت، ناس كتير قوي ما بتفهمش الفكره ديت، بتفتكر ان الكتاب دوت دستور للحياه، في وصايا افعل ولا تفعل، في طرق ربنا، وده صحيح. لكن الأهم هنا مش أعمل إيه وما أعملش إيه، مش طرق ربنا إيه، أهم رسالة موجودة هنا، أهم حقيقة موجودة هنا، ربنا مين. جبنا منين الفكرة ديت؟ من الآية اللي بيقولها كاتب العبرانيين. كاتب العبرانيين بيقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في مين؟ في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. فبص الربط ما بين الخليقة، فالله بالابن عمل العالمين، والله في الابن كلمنا. كلمنا عن مين؟ عن نفسه. كلمنا عن نفسه، وده اللي كنا بنقوله شوية. لما جاء المسيح أول حاجة جاه يقول لنا إيه؟ يقول لنا إيه الصح وإيه الغلط؟ جاء عشان يدفع ثمن خطايانا، صح؟ بس مش دي الرسالة الأولى. الرسالة الأولى جاي يقول لنا مين هو الآب. الله كلمنا عن نفسه في ابنه. في ابنه. جبت الكلام ده منين؟ جبته من الكتاب. جبته من الكتاب. الكلمة صار جسدا حل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد الآب مملوءا نعمة وحقا.
الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب جعل الآب معروفا، هو خبر، هو قال لنا مين ربنا. يبقى إذن كان الهدف لما كلم الآباء بالأنبياء كان عايز يقول لهم أنا مين. مش شايفينه بوضوح في الخليقة، شايفين جمال وجلال بس مش شايفين الشخصية، مش شايفين الحب والرحمة، مش شايفين القداسة والبر، مش شايفين ملامح الشخصية، شايفين جمال وشايفين جلال لكن التفاصيل مش واضحة. فقال لكم أنا أقول لكم التفاصيل، أنا هقول لهم يقولها لكم. لما الأنبياء ما عرفوش يوصفوه كويس لأن محدش منهم شافوه، ها محدش منهم شافوه، أرسل الابن اللي هو والآب واحد عشان يخلينا نقول أهو بقى أنا أقول لكم أنا أهو، أهو بصوا عليا كويس عشان تشوفوني، فهمتوا أنا مين؟ عرفتوني؟ كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، هو خبره، هو خبره. في شاهد تاني جميل قوي أنا أحب أقراه في كرونسوس الثانية أصحاح 4، بيقول نفس العبارة دي، بيقول الذين فيهم إلى هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة معرفة مجد الله الذي مجد المسيح الذي هو صورة الله. فعدو الخير أغلق عيون الناس عشان ما يشوفوش مجد المسيح اللي هو صورة الله. وبعدين بيقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في مين؟ في وجه يسوع المسيح، في وجه يسوع المسيح. فإحنا شفنا مجد الله في وجه يسوع. وزي ما كنت بحكي لما فيلبس قال له أرنا الآب، قال له الله ما أنا بعمل إيه، الله أنا بعمل إيه. أوضح الفكرة دي، إحنا لغاية دلوقتي ناس كتير قوي تقول أنا مش فاهمة ربنا. يعني نهار أبيض، أنت بتفرج على المسيح؟ لو اتفرجت على المسيح هتفهم ربنا. لو أنت قريت الأناجيل الأربعة وبتفرج بس على المسيح، بتفرج بس عليه، عمل إيه، قال ايه، اتصرف ازاي، رد على الناس ازاي، مش هتشوف شخصية الله واضحة؟ هيبقى عندك سؤال او استفهام او حاجة مش واضحة عن ربنا اطلاقا اطلاقا. بس لان مش ده اللي في بالنا، انا مش ببص على المسيح عشان اعرف ربنا، انا ببص على المسيح عشان خاطر اسمع وصاياه، أنا ببص على المسيح عشان أسمع وعوده، أنا ببص على المسيح عشان أتأكد من خلاص نفسي، مش هعرف ربنا. لكن لو بصيت على المسيح عشان أرى مجد الله واضح وضوح الشمس. وده اللي حصل مع التلاميذ، قالوا له أرنا الآب. عارفين إحنا لغاية النهاردة بنقول نفس الحاجة. إحنا بنقول نفس الحاجة بالضبط، بنروح نقول له ما تورينا الآب، هو بيقول نفس الحاجة، من رآني فقد رأى الآب. بولس ما طلبش الطلب ده، بيقول إحنا رأينا مجد الله في وجه يسوع المسيح. أنا ما عنديش ولا سؤال. المسيح قال للتلاميذ طوبى لكم، طوبى لعيونكم لأنها ترى، طوبى لأذانكم لأنها تسمع. أنبياء كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا، خلي بالكوا دايما بيبتدي بالرؤية قبل السمع، وأن يشتهوا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. قد أعطي لكم، قد أعطي لكم. إحنا أولاد العهد الجديد، إحنا تلاميذ العهد الجديد، إحنا مش أولاد العهد القديم، إحنا عصر المسيح، إحنا عندنا اللي المسيح عاش وقال وهنا مكتوب نقرأ 100 مرة ونشوفه 100 مرة. إحنا فرصتنا أكتر من التلاميذ، التلاميذ ما كانش عندهم العهد الجديد، إحنا عندنا العهد الجديد. هما شافوه وعدت، لكن احنا تسجل، نتسجل، نتسجل. انا اقدر ابص واتامل واقرا واحفظ واسمع وعلم في الكتاب، صح؟ اروح فين عشان اتفرج على ربنا؟ عايز اشوف جمال وجلال ربنا، اتفرج على المسيح، اتفرج على المسيح. خلي بالكم الاسئله اللي اتسالت لما واحد قال فين اكتر حته بتشوف جمال ربنا في المسيح، قالك الصليب، الصليب اعلان الحب. محدش منهم قال
مع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. محدش منهم قال مع السامرية، محدش منهم قال مع زكا. اتفرج على البانوراما الإلهية في شخصية المسيح وهو بيتعامل مع كل الناس بكل أنواع المختلفة، ردود أفعاله تجاه مواقف الناس. أنا أطلب أن تأتي نار من السماء، زي إليه كده اللي كانوا ما يعجبوهوش يطلب نار من السماء يجي يحرقهم. بس لستما تعلمان من أي روح أنتما؟ أنا ما جيتش عشان أهلك، جيت عشان أخلص. أنا ما جيتش أدين، أنا جيت أرحم. لا يحتاج الأصحاء لطبيب بل مرضى. بصوا، لا يوجد إعلان أعظم عن من هو الله من الفرجة، الفرجة والتأمل في شخصية المسيح. اللي مش هيعرف يشوف ربنا في وجه يسوع المسيح مش هيشوف ربنا نهائيا. مفيش أحلى ولا أجمل من الشخصية دي. عارفين ليه؟ لأنه ربنا، لأنه ربنا، لأنه ربنا. قارنوا بأي واحد جاء للعالم، قارنوا بأي واحد جاء للعالم، صح؟ يبقى unfair، يبقى مش لصالح الشخص ده خالص، مش كده؟ حطوا كده في مقارنة بين أي حد يعني بيقول أنا 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 جدع. لأنه ربنا، لأنه ربنا. هنغوص في الحتة دي وهنشوف طول الوقت واحنا بنتكلم عن شخصية ربنا. فهمناها في المسيح، احنا فهمنا في المسيح، احنا فهمنا يعني ايه بيحب الخطاة وبيكره الخطية. تبقى حاجتين متناقضتين، احنا فهمناها في المسيح. يعني ايه العدل والرحمة مش في خناقة والمسيح صالحهم مع بعض، دول نفس الحاجة، احنا فهمناها في المسيح. يعني ايه ربنا عظيم وعالي ووديع ومتواضع؟ أيوة، لأن العالي مش محتاج يتعالى. اللي يتعالى هو مين؟ الناقص يتعالى. لكن العالي لما يعمل حاجة يعمل إيه؟ يتنازل. دي عظمة التنازل. يعيش، يولد في مزود ويعيش بسيط نجار ويستهزأ بيه ويسخر منه، يبقى ده مش معقول ربنا. بالعكس، ده ما حدش يقدر يعمل كده غير مين؟ غير ربنا. دي عظمة التواضع. الكبرياء مش عظمة، الكبرياء نقص، التواضع كمال. اني اصف ربنا بالكبرياء ده بنا بهينه. لان الكبرياء خطية، عار. لكن التواضع كرامة ومجد. احنا فهمنا ربنا في وجه يسوع المسيح. خلينا نرجع ونتفرج على اخواتنا لما بيتكلموا ازاي انا بقدر اشوف ربنا في الكتاب المقدس وفي شخصية المسيح. خلينا نسمع بعض الناس وبعدين نرجع نسمع اسئلة من حضراتكم. مجد المسيح. هو ربنا بيتر بيعلن عن نفسه ازاي؟ ازاي يوري واحد ان هو موجود؟ حاجة شخصية حصلت معايا، انه انا كنت جيت في وقت حسيت انه الله مش موجود، وحسيت انه انت فين. وكان في مخي انه اسيب الموضوع خالص، اسيب انه اروح كنيسة واسيب الدنيا. بس الله بين لي ان هو موجود، مش بمعجزات خارقة او بحاجة فظيعة، لكن بين لي موجود من الدنيا اللي حواليا. لما حس انه الله بيطبطب عليا من خلال الناس، احس انه بيوريني محبته من خلال الناس، او بيوريني اهتمامه من خلال الطبيعه، او اني ابقى براقب حاجات بتحصل ملهاش دعوه بيا، بس الله بيوريهاني. مش لازم المواقف تحصل معايا، مش لازم المعجزه تحصل معايا، لكن الله عمل معجزه مع حد تاني حسستني انه بيقول لي انا موجود عشانك انت رغم المعجزه دي مش معايا. بيع عن نفسه من الكتاب المقدس، من كلمته. بيع عن نفسه من الشفاء، بيع نفسه من خلاص النفوس. يعني مش شرط لازم تكون معجزات، انا شايف ان هو ممكن تكون في خدمه يقدر، او في عزه زي اللي كان بيوعز على الجبل 3000 واحد، ما كانش فيه معجزه غير رغيفين سمكتين وخمس رغيفه. بس يعني قبليها الناس رايحه عشان تسمعه، هي رايحه عشان عايزه تسمعه مش عشان تشوف معجزه. متهيئه في صور كتير قوي، فممكن منها الكتاب المقدس ده بيعلن عن شخصيته وعن كل حاجه عملها.
في برضه ممكن أسمع عنه في خدمة أو في وعظة وكده، لكن ممكن أعرفه من الحكاية دي. بيعلن عن نفسه في الطبيعة، وبيعلن عن نفسه في الكتاب المقدس. طول ما في أي حد بياخد خلوته كل يوم، منتظم كل يوم، بيقعد قدام ربنا كل يوم، بيدرب نفسه زي يسمع صوت ربنا. ربنا بيعلن عن نفسه عن طريق الكتاب المقدس، سواء في آية سواء في وانا حتى وانا باخد خلوه بحس ان ربنا بيجي بيلمسني في الايه دي، بيقول لي مارك خلي بالك من كذا. ربنا بيعلن نفسه عن طريق حاجات كتير، عن طريق صحابي احيانا بيظهر جوايا في حاجات. ربنا بيعلن عن نفسه عن طريق اعماله، وعن طريق ان هو بيبعت ناس تعرف الناس التانية اللي هي ما تعرفوش خالص عنه، لان هو بيبقى ما بيكون يعني ما بيكونوش عارفين عنه اي حاجه اصلا، ولا عارفين مين ربنا ولا اي حاجه. مجدست المسيح. زي ما تعودنا عندنا وقت نسأل عشان نتأكد ان اللي بيتقال ده واضح ومفهوم لحضراتكم، فإذا كان في حد عنده سؤال ياريت يرفع ايده عشان نقدر نوصل له المايك ونسمع السؤال بتاعه. تفضل. عايز أسألك على بعض الحالات العملية اللي ممكن نكون عايشة في وسطينا، اللي أنا بشوف شخصيا أنه من الصعب جدا أن تشوف ربنا، يمكن في الطريقتين اللي احنا اتكلمنا فيهم يقدروا يشوفوا ربنا ازاي، زي مثلا حد ربما يكون فقير مريض مطحون عايش في مكان سيء جدا، اتولد مظلوم من أهله، ما تعلمش يعني بعض، وحالات اعتقد انها مش قليله عايشه في الواقع اللي احنا بنعيشه، دول نقدر نعرفهم ربنا ازاي؟ من خلال الطبيعه، من خلال الكلمه المقدسه، شوفوه ازاي في الواقع السيء اللي هم عايشين فيه. احنا هنتكلم عن في اعمال العنايه، بس بالعكس دول اكتر ناس مش هيشوفوا ربنا في اعمال العنايه، دول اكتر ناس هيشوفوا ربنا في اول حاجتين، في الطبيعه والكلمه، مش كده؟ إذا ما شافش ربنا في الطبيعة وشافه في الكلمة، مش أكتر حاجة مفيدة بالنسبة له أني أشوفه في واقع الحياة. ولو إن لما نتكلم على الحكاية دي بنشوف أن ربنا في الظروف الصعبة بيبان أوضح من في الظروف السهلة. المسيح في وسط العاصفة بان بصورة أوضح بكتير من وهم على الأرض بعيد عن العاصفة، مش كده؟ لو أنا عايز أشوفه، لو أنا عايز أشوفه، لو أنا مش عايز أشوفه مش هشوفه حتى هو واضح كالشمس. فالحاجتين الأولانيين زي ما نقول يونيفرسال، مطلقين للكل، الطبيعة والكلمة، دول اللي احنا كلنا مشتركين فيها. حتى لو أنا أعمى أنا حاسس بالخليقة، أنا حاسس بنفسي، أنا عارف الجسم اللي أنا عايش فيه ده، أنا سامع صوت الطبيعة، أنا لامس الطبيعة، أنا بأكلها، أنا بشمها، أنا بلمسها، مش كده؟ حتى لو كان واحدة من الحواس الخمسة بتاعتي ضيع، عندي أربع حواس تانية بتلامس فيها مع الطبيعة. عندي الكتاب المقدس حتى ما بعرفش أقرأ، لأن النهاردة الكتاب مسموع ومقروء ومنظور، فلازم أكون فقد الثلاث حواس دول عشان خاطر ما أقرأهوش، مظبوط؟ ومش دي الغالبية متهيألي من المجتمع حتى المطحون. عشان كده ربنا اتكلم بخمس طرق مختلفة عشان يقدر يوصل لكل الناس تحت جميع الظروف المختلفة، عشان في الآخر يبقى دايما أنت بلا عذر. لو عايز تشوفه هتشوفه، لو عايز تعرفه هتعرفه. سؤال أخير. يعني أنا واحدة من الناس ساعات بتلخبط شوية ما بين أن أقعد أتأمل أوي في شخصية السيد المسيح ما بين شوية العهد القديم، وساعات بحس أنه هو ربنا كان ظاهر بشكل وظاهر بشكل تاني ولا ايه يعني؟ سؤال حلو قوي، سؤال جميل قوي. بتلخبط لما بقعد اتامل في المسيح وبتعهد القديم، كان في فرق، مش كده؟ كان في فرق. سؤال جميل قوي، وهجاوب باختصار مع ان دي يمكن محاضره لوحدها نقدر ناخدها عن الفرق ما بين العهدين. الله كلم الاباء في العهد القديم بايه؟ بالانبياء. في حد منهم شاف ربنا؟ فكل واحد كلمنا على ربنا على قد ما هو ايه؟
شاف، على قد ما هو بلاش هو ما شافش، على قد ما هو ايه عرف كويس. عشان كده الصورة المتكاملة عن ربنا في العهد القديم مش موجودة، مش كده كان لازم يجي المسيح؟ لو ان الصورة اللي عن ربنا واضحة وضوح الشمس في العهد القديم، كنا ليه محتاجين ان الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب يخبر؟ واضحة الفكرة دي ولا مش واضحة؟ واضحة الفكرة دي ولا مش؟ خلي بالكم، فاعلان الله عن نفسه في العهد القديم اعلان ناقص لم يكتمل الا في وجه يسوع المسيح. عشان كده انا ركزت على الحته دي في الكلام بتاعي. بنلاقي حاجات كتير قوي مشتركه، فلما الاعلان في العهد القديم بيوضح بيقرب قوي من الصوره ديت، لما النور بيخفت بسبب بعد الشعب عن ربنا صوره ربنا بتتغير، لان هما بيعكسوا الصوره على قد ما ايه، على قد ما هما عارفين. خدت بالكم الفكره ديت؟ خلي بالكم فكره، هديكم مثال، هديكم مثال. موضوع الجواز، موضوع الجواز، سالوا المسيح قالوا له موسى اعطانا كتاب طلاق، انت ايه رايك؟ قال لنا، قال لهم موسى اعطاكم طلاق بسبب ايه؟ قساوة قلوبكم، مش لان ربنا عايز كده، لانه من البدء لم يكن هكذا. كويس. ادم وحواء كان في تعدد زوجات لغايه وقت ابراهيم؟ كان في تعدد زوجات، كان عنده زوجه واحده، زوجته اعطت جاريتها لي عشان تنجب لها، ما اديتهالوش هاجر كزوجه، اديتها له كجاريه تنجب ليها ابن، فيبقى ابن هاجر ابنها. خدت بالكم من الفكره الاصليه كده؟ بس هاجر طلعت فيها لما خلفت، قالت لا لا ده ابني انا. وعشان كده ربنا قال له مشي الجاريه مع ابنها. لكن بعد كده بنلاقي يعقوب متجوز اثنين، اسحاق اتجوز كم واحده؟ واحده بس. بنلاقي يعقوب اتجوز اثنين، وبعدين بنلاقي داوود اتجوز خمسه وسته ومش عارف ايه، وبعدين بنلاقي سليمان بقى عنده 300. يعني كل ما بنروح لفوق كده كل ما في وضوح، كل ما العالم بيبعد عن ربنا كل ما الدنيا بيحصل لها ايه؟ الصوره بتتلخبط. لغايه لما جاء المسيح قال لم يكن هكذا من البدء، من البدء زوج واحد لزوجه واحده، هي كده وما فيش طلاق. وما جمعه الله لا يفرقه انسان. واضح، واضح اللي انا عايز اقوله؟ واضح الفكره عايز اقولها؟ عشان كده في حاجات كتير في العهد القديم والعهد الجديد تلاقيهم يشبهوا بعض قوي 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 قوي، في حاجات مش واضحه نفس التشابه ده. ليه؟ بحسب ان الوقت ده فهمهم عن ربنا واضح ولا لا. عشان بقى نخليها واضحه ما حدش يتلخبط، المسيح جاء قال انا هو ده ربنا. ها واضح؟ اي حاجه تانية فهمتوها عني غير كده تبقى ايه؟ تبقى مش مظبوطه. زي الحب مثلا، في ملاخي بيقول احببتكم قال الرب وقلتم بما احببتنا. فالناس زمان بلاش، لما المسيح بيقول احبوا اعدائكم، ففي العهد يعني نحب اعدائنا، دي موجوده في سفر اللاويين، احبوا اعدائكم، دي موجوده في سفر اللاويين بس محدش خد باله منها، نست خالص. اليهود انا احب اليهود لكن احب اعدائنا ازاي؟ ده اعدائنا نموتهم. انا احب اليهودي اللي زيي، انا واخويا على ابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. مع ان احب اعدائكم واحب الغريب موجوده في سفر اللاويين 22، بس هي اتردمت بسبب انهم عاشوا بعيد عن قلب ربنا. المسيح طلعها تاني، تحب رب الهك وتحب قريبك كنفسك وتحب عدوك. فاهمين انا عايز اقول ايه؟ عشان كده مش هقدر من العهد القديم اعرف ربنا بكمال شخصه. فاكرين فكرة القريب والبعيد دوت؟ بشوف حتة صغيرة فما بقاش فاهم ربنا كويس. في العهد الجديد شفنا البازل على بعضها كاملة، شفنا البانوراما الإلهية متكاملة، فما أقدرش أفهمه غلط، ما أقدرش، صح؟ ما أقدرش أسيء فهمه. أنا جاوبتك؟ يعني أنت جاوبتني، بس أنا عندي كذا حاجة. يعني لما يعني دايما بحس شوية في العهد القديم في دموية، في يعني ده أحطه تحت مسمى الشعب والحروب ومسمى توقيت معين، ولا أحطه أنه ربنا كان سامح بكده؟ يعني أحطه تحت أي مسمى؟ ربنا سمح بكده من أجل قساوة قلوبهم، ربنا بسمح بكده لأن في ذلك الوقت الشعب كان شعب، لكن النهاردة احنا كنيسة. النهاردة لازالت الشعوب بتذبح بعض، مظبوط ولا ده بطلت؟
مظبوط مظبوط. لغايه النهارده حروب اهليه بيضربوا في بعض، في العراق الناس بتضرب في بعض، في السودان الناس بتضرب في بعض، في افغانستان امريكا ومش عارف التحالف ضد وهكذا. فالحروب ما اتغيرتش لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. المشكله في العهد القديم ان شعب الله كان شعب وامه داخله في حروب مع الاعداء. المشكله في العهد الجديد ربنا طلع الكنيسه بره اللعبه دي خالص، طلعها بره اللعبه دي خالص. ملكوت الله مش في معركة دموية مع البشر. أعداءنا مش ناس، بيقول مصارعتنا ليست مع دم ولحم. خلاص انتوا فهمتوا غلط، أعداءنا مش بشر، أعداءنا هو عدو الخير وأجناد الشر الروحية في السماويات. فهنا الصورة وضحت خالص، لكن هناك في لبس بسبب ان الشعب شعب الله امة لها دستور ولها اعداء وبتخش في حروب، فاهم، وبيعتدى عليها وهكذا. فالصورة مش واضحة. لكن النهاردة العهد الجديد فهمنا ان ربنا ليه في كل مكان من يعبده، وده اللي كان بيقوله في العهد القديم هم مش فاهمينه، وهم مش فاهمينه. عايز اشكركم عشان خاطر الاسئلة العميقة ديت اللي بتعبر عن انكم تابعين وانكم معانا وانكم فاهمين اللي احنا بنحاول اننا نوصله. مرة تانية بشكركم عشان متابعة مدرسة المسيح، وبدعو كل واحد بيسمعنا النهاردة ان يكون تلميذ، وان المدرسة ديت محدش ابدا يقدر يتخرج منها تلميذ الى نهاية الطريق الى ان يتصور المسيح فينا. الى ان نلتقي، ربنا يبارككم، امين. مدرسة المسيح.